تعرف ان الصلاة ذكرت في القرآن 85 مرة؟ تعرف؟ طب ما بتصليش ليه؟ تعرف ان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك 350 حديث يحببوك في الصلاة؟ ما بتصليش ليه؟ تعرف ان برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك 100 حديث يخوفوك جدا انك تترك الصلاة وانت برضو لسه ما بتصليش ليه؟ تعرف ان الصلاة بتاخد ساعة واحدة بس من ال 24 ساعة وبرضو ما بتصليش ليه؟ تعرف ان صلاتك على مدار الاسبوع اللي هو 168 ساعة تقريبا بتاخد 7 ساعات بس وبرضو ما بتصليش ليه؟ تعرف ان الشهر اللي هو 30 يوم صلاتك فيه كله عبارة عن يوم واحد واربع ساعات وساعتك برضو ما بتصليش؟ قولي ليه ما بتصليش ليه؟ تعرف ان السنة اللي هي 365 يوم صلاتك فيها كلها عبارة بس عن 14 يوم والباشا ما بيصليش ليه؟ فعلا جاوبني او جاوب نفسك يا اخي، ليه انت ما بتصليش ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعمارنا احنا امة محمد بتتراوح ما بين الستين والسبعين، وقليل اللي بيعدي السبعين. يا سيدي خليهم سبعين، فانت بتعيش سبعين سنة بتصلي 14 يوم بس في السنة كلهم. ال 14 يوم دول في سبعين سنة تقريبا 980 يوم. 980 يوم دول لما تقسمهم على 365 يوم اللي هي السنة هيطلعوا لك ان انت في السبعين سنة بتصلي سنتين وست شهور واربع ايام تقريبا. بالله عليك انت بتصليش ليه؟ هل السبعين سنة مش فاضي فيهم سنتين وست شهور واربع ايام تأدي صلواتك؟ هل في حاجة في حياتك اغلى وافضل في عينك وفي عقلك وفي قلبك من الصلاة بتاعت ربنا؟ بالله عليك قولي انت ما بتصليش ليه؟ اخوك هيجاوبك. بس على سؤال تاني خالص، هو يا ترى اللي بيصلي دوت بيحصل له ايه؟ انا اقولك، اللي بيصلي بيعمل احب الاعمال الى الله، اللي بيصلي الله يحبه، اللي بيصلي الله يجعل الناس كلها تحبه، اللي بيصلي هتلاقي نور في وشه، اللي بيصلي هتلاقي كل ما بيسأل ربنا عن اي حاجة بيديها له، اللي بيصلي عنده مغفرة من الذنوب، اللي بيصلي قبره نور، اللي بيصلي ليه نجاه في القبر، اللي بيصلي الله سبحانه وتعالى هيثبته في قبره عند السؤال، اللي بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفه يوم القيامة، اللي بيصلي هيكون مع النبي يوم القيامة، اللي بيصلي هيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بإذن الله، اللي بيصلي يوم القيامة هيكون تحت عرش الرحمن في الحر الشديد والزحام الكتير والعرق الكتير قوي ده، هيكون في الاي كلاس في التكييف تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. اللي بيصلي ده واحد في ذمة الله سبحانه وتعالى، اللي بيصلي بحق مع ضمان للجنة، ولن بإذن الله لن يلج النار. اللي بيصلي معاه حاجات كتير قوي. سيبك بقى من ده كله، قولي انت ما بتصليش ليه؟ والله وبحلف وهحلف وهفضل احلف، اقسم بالله العظيم انك مهما تلف وتدور في كل ابواب الدنيا في كل سبل الدنيا علشان تلاقي سعادة او راحة بال او راحة قلب، والله ما هتلاقيها الا في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى، لذة ما بعدها لذة. اللهم ارزقنا إياها يا رب يا رب يا رب، ردنا إليك ردا جميلا، وتب على العصاة من أمة محمد، واغفر لكل تارك للصلاة ورده إلى الصلاة يا رب مردا جميلا، واجعلنا يا رب محافظين عليها غير تاركين لها يا رب، وثبتنا على هذا الغرس حتى نلقاك. بحبكم في الله، السلام عليكم.